في السياق وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد سعادة النائب ممدوح عباس الصالح عضو البرلمان العربي أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى وبمتابعة متواصلة وحرص مستمر من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد اختطت نهجا متقدما في مجال تعزيز حقوق الإنسان. اليوم احنا في جلسه البرلمان العربي حقيقه يعني ود من خلال يعني منصه تلفزيون البحرين اشكر اخواني معالي النواب اعضاء البرلمان العربي لوقوفهم جنبا لجنب لاخوانهم في مملكه البحرين ولشعب البحرين وحكومه وقياده البحرين على هذه الوقفه وردودهم على كل المغالطات اللي تقدمها هذه المنظمات التي تعني بحقوق الإنسان، وهي بلا شك مغالطات كبيرة، وأن مملكة البحرين صاحبة تجربة كبيرة وخصوصا مع تفشي جائحة كورونا اللي بلا شك أبرزت الدور الإنساني اللي يقوم فيه مملكة البحرين كدولة حريصة على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، وقدمت نموذج حقيقة يحتذى به من خلال تطبيق إجراءات وقائية واتخاذ التدابير الاحترازية من دون الإخلال بأي من مبادئ حقوق الإنسان، بل وظفت كافة الإمكانيات ولله الحمد والقدرات والموارد المتاحة من أجل حماية المواطنين وبل والمقيمين على أرضها.